ما بين الحكمة والجنون. ما بين الحكمة والجنون ده غالبا بشكل فلسفي كده من أشرف يعني المذيع، إنه الإنسان على فكرة من أول ما بيتولد لغاية ما بيموت هو صراع دائم ما بين الحكمة والجنون في كل حاجة في حياتك، في كل حاجة، من أول رؤساء جمهوريات إلى أصغر مع احترامي الشديد لأي وظيفة أخرى. كل إنسان من أول ما بيتولد لغاية لما بيموت وهو في صراع دائم ما بين الحكمة والجنون. على فكرة ما بين الحكمة والجنون هو كتاب جديد طالع، وأنا تصفحته شوية وحاجة جميلة جدا. فمعانا ضيفنا الأستاذ أسامة سمير صاحب ما بين الحكمة والجنون. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا استاذ. صباح الخير يا فندم. اهلا وسهلا. خلينا نبدا على طول ونعرف. ويسعد صباحكم ان شاء الله. شكرا. ثانك يو. عايزين نعرف في البدايه كده على طول فكره الكتاب، وايه اللي حفز حضرتك انك تكتب كتاب بهذا العنوان وانك تنشره كمان؟ اولا هو يعني انا بقول على الكاتب ان هو بائع الافكار او صائد الافكار. ويمكن الكاتب بيشوف تملي اللي محدش، اللي كل الناس بتشوفه، بس بيشوفها، بيشوف حاجات تفاصيل محدش بيشوفها غيره، أو بيصطاد التفاصيل ديت وبعدين يبتدي يبروزها في صورة معينة. انت عارف حضرتك ان الصورة جمالها بيكون في ايه؟ انها بتكون مقتطعة من جزء من الطبيعة، وانها بتثبت جزء من الطبيعة. فالكاتب زي المصور بالظبط، عامل زي القناص كده، تبقى الدنيا كلها قدام الناس، بس هو بيقتنص جزء معين ويبتدي يبروزه ويحط البرواز ده افكاره وخبرته الحياتيه والادبيه والى اخره. ما بين الحكمه والجنون ده اسم كتاب، مجموعه مقالات مختلفه ملهاش علاقه ببعض خالص غير الحكمه والجنون. ليه اخترت عنوان الكتاب؟ العنوان ده او المقال ده له قصة كده ظريفة حصلت معايا فعلا. كنت مسافر مرة على محطة القطر، في مستني القطر، وقاعد على المحطة وبقرأ الجرنان عادي زي كل الناس ما بتقرأ الجرنان. لقيت حد قاعد جنبي لابس زي ما أنا لابس بالظبط، بنطلون مكوي، قميص مكوي، جاكيت محترم، مهتم بنفسه. وابتدى هذا الرجل المحترم يتكلم كلام منطقي جدا وعاقل جدا ورزين جدا، بس مش مع حد. يعني ابتدى ايه؟ يكلم مراته. انا اديتك الصبح 100 جنيه، لو كنت عملتي كذا كان حصل كذا، ولو كنت اتصرفتي كذا، لو كان كلام منطقي كل زي اللي احنا كلنا بنتكلمه. وابتدى يكلم مديره في الشغل. فاكر لما قلت لك ما تعينش فلان الفلاني في المنصب الفلاني؟ فاكر لما قلت لك ان الموظف ده احسن من الموظف ده؟ كلام منطقي جدا. ابتدى يكلم صديق له مش موجود. فاكر لما سلفتك 1000 جنيه؟ اما انا احتجت منك استلف 200 جنيه انت ما رضيتش. فاكر لما وقفت جنبك في الموقف الفلاني وانت خذلتني في الموقف الفلاني؟ كلام منطقي جدا، كلام كله منطقي، بس مفيش حد موجود، بس ما حدش قدامه. فانا قلت الله، ما احنا كلنا هذا الرجل. ده صحيح، كلنا هذا الرجل، بس الفرق بيننا وبينه ايه؟ ان احنا سمعنا منه كواليس وتفاصيل عمليه التفكير. احنا المتعارف عليه اللي بيحصل ان احنا الناس بتسمع مننا منطوق القرار النهائي بس. يعني مثلا وانا رايح المشوار الفلاني بقول لهم في البيت انا رايح المشوار الفلاني. انما ما حدش عارف ان انا هقول وانا رايح هعمل كذا وكذا 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 وكذا. بيسمعوا مننا منطوق القرار النهائي فقط. طب انا بتساءل، طب لو حصل في يوم من الايام وحد سمع مننا قبل منطوق القرار النهائي فقط كواليس وتفاصيل عملية ما قبل منطوق القرار النهائي، هيقولوا علينا عاقلين ولا مجانين؟ هو سؤال. ايوه بالظبط، هيقولوا علينا عاقلين ولا مجانين؟ حضرتك بتسألنا؟ على هيقولوا علينا عاقلين ولا على مجانين؟ على حسب. هو طول الوقت عمال افكر في ايه عشان اوصل للقرار اللي هو لا، هم إيه؟ غالبا هيقولوا مجانين. ده صحيح. هم غالبا هيقولوا مجانين مش عاقلين. بس هو قمة العقل برضه في نفس الوقت، يعني هم مجانين، بس بالنسبه للبني ادم الطبيعي ان هو يقول كواليس زي ما حضرتك قلت افكاره. طب ما هي قمه العقل والمنطق، يعني الراجل بس اللي كان ما حدش بيسمعها، ما حدش بيسمعها. أيوه. هي المفروض انها تكون مستتره. ايوه، هي المشكله انها خرجت من طور من مرحله انها تكون مستتره الى مرحله العلانيه. حضرتك الدنيا ماشيه بقوانين. نعم.
لو حاجة اللي المفروض يتقال ما تقالش يبقى غلط، واللي المفروض ما يتقالش يتقال يبقى غلط. فما أدم ما هو مستتر ظهر وأصبح في العلانية، فده أعتقد أنه خطأ أو ضد يعني التعامل البشري العادي. التعامل البشري العادي أستاذ أسامة، علشان كده معلش بس أنا هقول لسيادتك على كده، اخترت نهاية هذا المقال تكون مقدمة لكتابي، وأنا معلش هقراها زي ما هي. اتفضل. أعتقد أن الحد الضبابي الفاصل ما بين الحكمة والجنون يمكن اجتيازه في أي وقت من الأوقات، ولن يكون اجتيازنا له لرغبتنا في اجتيازه، بل يمكن أن نجتازه بدون أن ندري، وفي هذه الحالة لا أدري هل يكون ذلك هو منتهى الحكمة أو يكون ذلك هو منتهى الجنون. تمام أستاذ أسامة، أنا بعد إذن سيادتك أنا بتصفح كده جوه الكتاب، وهي عبارة عن عدة مقالات فلوش دعوة بعض. صح كده؟ اتفضل. هل بيجمعهم العنوان الحكمة والجنون، ما بين الحكمة والجنون؟ احنا حياتنا كلها يمكن عنصر الحكمة والجنون زي ما كنت سيادتك بتقول ده يمكن بيسيطر على حالتنا. يمكن هي المشكلة بتكون ايه في الانسان، انه لو سيطر عليه، يعني لو تخيلنا كده ان ما بين الحكمة والجنون خط على استقامة واحدة، الفرق بين الامم المتقدمة والامم المتخلفة بيكون مكانهم اين هم من بداية ونهاية هذا الخط، ما بين الحكمة والجنون على مش 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 العنوان كما اخترته للكتاب. انا بتكلم على منطوق الكلام ككلام، نعم، منطوق الكلام اللفظي. اعتقد ان البلاد اللي بتروح للجنون او التخلف دي بتروح الى الانحدار، والبلاد اللي بتروح للحكمة دي بتروح للتقدم. نعم. أوكي. نعم. طيب خلينا يا فندم نيجي كمان نتكلم عن الموضوعات اللي حضرتك قلتها في كتابك، زي المرأة ودرامة الحياة والموت، ايه كمان؟ والله هو في مقال عن السعادة ومقال اسمه الزي وعلاقته بالبيئة وما ألفه الناس، ومقال اسمه بطل الحدث وبطل ما بعد الحدث، ومقال اللص الطيب، وحاجة اسمها سكرتارية السكرتارية، وثلاث خواطر، حاجة اسمها لن أبكي، ومناجاة القمر، ونهاية الطائر. ده فرق ما بينهم ايه بقى وما بين المقالات؟ هي أشبه للشعر. أوكي. أشبه للشعر. والخواطر دي كتبتها سنة 91، إنما الكتاب كتبته كله يمكن 2009 أو 2010. أخذ وقت قد إيه من حضرتك الكتاب عشان يتم إعداده ونشره وكل حاجة؟ لا أنا بكتب بطريقة يعني اللي هي التوازي، بكتب موضوع وأنا بكتب موضوع وأنا بكتب موضوع وبعدين أجمع كده كده، يعني حسب ما بتيجي الفكرة ببتدي وأنا أحطها في مكان. يعني الكتاب أخذ وقت قد إيه بالظبط؟ ممكن يكون سنة. سنة. ممكن يكون سنة. من أول ما كنت قاعد في القطر لغاية لما بقى كتاب. صح كده؟ وقعد جنبك الراجل الجميل. طيب انا بقول انه كل الصفحات او الموضوعات اللي هو كاتب فيها اللي هي ملهاش المفروض دعوه ببعض، بس انا بقول انه هو ليه دعوه ببعض. مثلا جمال عبد الناصر، الرئيس الشهيد الراحل محمد انور السادات، اللص الطيب، المراه، السعاده، كل العناوين دي على فكره بتجمعهم انا من وجهه نظري الشخصيه، يعني زي ما كنت قاعد معاك، انها بتجمعهم برضو ما بين الحكمه والجنون. كلام حضرتك مظبوط يا فندم. يعني المراه مثلا لو احنا خدنا المراه، مع ان في ناس ممكن تزعل مني دلوقتي، انا قاعده جنبك اشوف خليك اولهم انت هتزعل مني، هي فعلا بغض النظر عن الكلام اللي انت اوريدي كاتبه انا ما قريتوش لسه، لكن موضوع المراه نفسه هو ما بين الحكمه والجنون. والرجل الزعيم الراحل محمد انور السادات هو فعلا ما بين الحكمة والجنون، إذا كان بمعنى الجنون طبعا الكويس، يعني مش الجنون الجانب بجد، الجنون العبقري. عبقري. اللص الطيب، ما هي دي برضو حكمة وجنون. يعني الحياة كلها هي حكمة وجنون. تمام. صح؟ تمام. طيب أنت عايز تقول إيه من الكتاب ده؟ يعني هقول لحضرتك ايه، سيبنا المرأة عشان المدام بتاعتي ما تزعلش مني. بالظبط كده. اروح البيت. وانا يا فندم والله انا معاكم على فكره. بمثل برضو يعني. المدام بتسمع البرنامج بس عشان اعرف. لا احنا بس ممكن يعني نصلح لها المعنى انه الجنون على فكره جنون مش وحش. يعني انا قلت لك مثلا مقال السعاده، مقال السعاده. يعني السعاده انا قايل في ايه مثلا؟ السعاده ده ان حضرتك بس اللي بتكون حاسس انك سعيد، مش شرط الناس يشوفوك انك سعيد. وضارب امثله بسيطه جدا، بمعنى ايه؟ بقول مثلا لو واحد لابس بروفر وتحت البروفر لابس قميص وقعد نص ساعه يكوي القميص ده، هو الوحيد اللي في الدنيا اللي ماشي باحساس ان القميص مكوي، محدش حاسس ان القميص مكوي.
لو واحد في اول الشهر كده لسه قابض مرتبه وحطه في المحفظه بتاعته هو الوحيد بس ان اللي حاسس ان محفظته مليانه فلوس. الاخرين بيشوفوه هو هو نفس الشخص وهو هو نفس الانسان، انما هو بيمشي كده وهو ايه يعني مالي هدومه كده، محدش حاسس بيه خالص. وساعات السعاده الانسان هو يعني اللي بيخلقها لنفسه او ربنا سبحانه وتعالى بيوهبه بعض الملكات انه يستمتع بيها زياده عن الاخرين، فلازم يحمد ربنا سبحانه وتعالى على النعمه دي. يعني مثلا في ناس اللي هي لو ماشي كده في جنينه او غيط حقل يعني او حاجه، ممكن حد يستمتع بمنظر معين منظر طبيعي، مع ان المنظر الطبيعي ده موجود قدام كل الناس، وناس تانية يبصوا له هو بيبص على المنظر ده يقولوا عليه مجنون. ده صحيح، زي الفنان كده ما يقعد على شجره كده مجرده وما اعرفش ويقعد مع ان الشجره دي قدام الناس كلها، زي ما انا قال كده في كتاب حاجه ببلاش كده. فتخيل لو حضرتك مثلا واحد بيشم واحد فاقد حاسه الشم، العطر اللي بيشمه متوافر قدام الناس كلها، انما هو الوحيد اللي حاجه ببلاش كده. اللص الطيب مثلا على سبيل المثال، انا كتبت الكلام ده وهقول لحضرتك الكاتب ممكن يكتب ازاي. الكاتب بيكون عنده فكره يا اما يطلعها حته واحده يا اما يرشها كده في قلب المقال حته واحده والقارئ بقى يكعبل فيها ويكتشفها، يرشها وبرده القارئ يكعبل فيها برده مرشوشه. اللص الطيب انا كتبتها قبل الثوره بفتره، كنت بستغرب جدا الناس اللي هم كانوا جابوا مبيدات مسرطنه لمصر. يعني هم بيسرقوا وكمان بيضروا الناس. هتضرب ثلاث امثله حكايه اللص الطيب. بقول ايه، لو واحد ماشي وحرامي سرق المحفظه بتاعته، الحرامي ده قدامه ثلاث تصرفات هيعملها. اول حاجه انه ياخد الفلوس اللي في المحفظه ويرمي البطاقه بتاعته في الزباله وخلاص. ده الحرامي العادي. الحرامي الشرير هياخد الفلوس برضو من المحفظة وياخد البطاقة دي يرتكب بها جريمة مهببة ويخلي صاحب البطاقة يدخل في أواضي قانونية. ده اللص الشرير. ثالث واحد بقى هيسرق المحفظة وياخد الفلوس برضو بس يبعت لك البطاقة في جواب ويكتب عليه شكرا لساع البريد. انت ساعتها هتقول على اللص ده ايه؟ راجل 100 100 تقول عليه لص طيب ولص محترم وهتدعي له تمام جدا. ده اللص الطيب. في احيان كثيره اما الفساد بيطغى على اي مجتمع بكل اسف بيكون ما احوجنا الى اللص الطيب. نعم، روبن هود بيكون ما احوجنا الى اللص الطيب. صحيح. مقال دراما الحياه والموت، المقال ده كان جزء، كان مقال كبير جدا كنت مسميه ليلة عزائي. لأن أنا أساسا من قرية اسمها حفنة مركز بلبيس الشرقية. فبنحضر عندنا في الفلاحين العزوات دي كتيرة جدا والعزوات كلها متشابهة. هو بس لو صغير شوية أهله بيتقهروا عليه مش عارف إيه، لو كبير شوية بس في النهاية كل بينسى. إنما العزوات ومشاهد العزا كلها متشابهة رغم جلال المشهد. يعني حاجة من الحاجات اللي تخليك تفكر ان العزاء ده عباره عن مسرحيه، البطل الاساسي والرئيسي فيها في دنيا لا يعلمها الا الله في القبر، واللي بيحصل عزاء وبتاع ويسلم ويجيبه مش عارف ايه، ده كله مسرحيه البطل الاساسي فيها في عالم اخر. ومن ضمن ما برصد حاجات بتحصل في العزاء مثلا ان مثلا ايه السبوع يوم ما حد بيتولد هو مقرب من الحياه والموت او بين الميلاد والموت. اما حد بيتولد بتلاقي هيصه وجلبه وما اعرفش ايه، واما بيموت برضه بتكون نفس التجمع ونفس الجلبه ونفس الهيصه، وده بيكون لا يملك من امره شيئا وده لا يملك من امره شيئا. من ضمن الحاجات تلاقي اللي بيتولد بيلبسوه اي هدوم كده مش متخيطه، واللي بيموت برضه بيلبسوه هدوم مش متخيطه. برضه اللي بيتولد بيخرج من بطن امه حاجه كده مقفوله ما يعرفش، ما يقدرش يقول لنا كان ايه اللي بيحصل. واللي بيموت بيخش القبر ما بيعرفش برضه ايه اللي بيحصل فيه. ومن الحاجات الغريبه تملي اللي بيتولد تلاقي واحد كده لو اسره مسلمه يعني تلاقي حد صالح كده جه اذن في ودنه اذان. نعم. واما بيموت بيتصلى عليه بدون اذان. فبقول هات عجبا لحياه تنتهي بين اذان واقامه الصلاه.
وقد يكون اللي أذن هو اللي بيقوم الصلاة على الميت. أستاذ أسامة، أنا شايف أن حضرتك تجليت كده مع نفسك واخبرك وابتديت تسبح في أو تعوم، بلاش تسبح، خليها نعوم، تعوم ما بين الحكمة والجنون في عدة صور زي ما أنت قلت، وصفتها أنها صورة، زي كأنها بتوقف لحظة من الحياة وتقعد تتكلم عليها بشكل أو ما بين الحكمة والجنون. دي فكرة جميلة قوي، فكرة جميلة وفكرة يعني مش هخبي على هو لو في وقت ممكن نقرأ خاطرة ولا لو في وقت في الآخر؟ لا للأسف الشديد مخرج بيقول لي الفقرة خلصت، فيعني أنا سعداء جدا بحضرتك وإنك أنت تشرفنا تاني. أنا متشكر والله إن حضرتكم استضفتوني وسعيد جدا بلقائكم. شكرا يا فندم. وبقول للشعب المصري إن شاء الله بإذن الله ربنا يشيل المحنة اللي إحنا فيها، وبقول للسياسيين يعني والناس اللي هي بتحارب مصر، ارتقوا فإن القاع قد ازدحم، لكل من يعمل ضد مصر ارتقوا فإن القاع قد ازدحم، وندعي لمصر كلنا إن شاء الله. طبعا. ميرسي يا فندم، شكرا. طبعا. بننتقل معاكم الفاصل ونكمل معاكم وباقي فقرات نهارك سعيد. معانا فقره واحده بس، نورين بطله الجمباز الايقاعي، خليكم معانا.